ومرت 47 سنة، مر عبد الحليم حافظ بنظرة أخيرة على تفاصيل بيته في الزمالك. هنا هنا عاش، ومن هنا ولدت أجمل أغانيه في آخر 11 سنة من عمره. موعود، سواح، قارئة الفنجان، أعز الناس. نبتدي منين الحكاية؟ هنا هنا استقبل أصدقاء العمر وشركاء كل أغنية أبدعها. هنا بيت عبد الحليم حافظ اللي نجا من البيع والإهمال ومحو الذكريات. فضل زي ما هو، نسخة طبق الأصل في اليوم اللي غادره عبد الحليم حافظ في رحلة العلاج الأخيرة. فضل شاهد على زمن وذكريات وبشر وحكايات وموسيقى ما زالت تسمع في الأرجاء. قريب أغيب واجي أزور بيت أستاذ عبد الحليم حافظ، والحقيقة دايما أجد البيت مفتوح لكل عشاق عبد الحليم، لكل محبي عبد الحليم، لكل الأجيال على فكرة، مش بس الجيل اللي عاش زمن عبد الحليم أو لحق جزء من زمن عبد الحليم. كل ما باجي بلاقي يمكن شباب صغير كمان جايين يزوروا بيت عبد الحليم. أهمية وجود بيوت الرموز الفنية والثقافية إنه أنت يعني بتربط حاجات جميلة ببعض، بتربط الذكريات بالأحداث اللي حصلت في البيت وإزاي المكان اللي عاش فيه أثر على فنه. ما أكيد البيوت تحديدا اللي عاش فيها نجومنا أكيد أثرت على فنها. يعني أنا كان نفسي الحقيقة إن يفضل عندنا بيت السيدة أم كلثوم، للأسف فيلا الجميلة المهمة اللي قريبة من هنا على فكرة اللي اتهدت. فآجي وأزور بيت الأستاذ عبد الحليم وأتونس بشوية ذكريات من أهل البيت، لأن يعني عندهم ذكريات جميلة، وكل مرة بلاقي حكايات ما اتحكتش، حكايات يمكن مش للنشر لكن جميل انك تعرفها عن واحد من اهم المطربين المصريين. احنا النهاردة في بيت عبد الحليم حافظ. انا مش اول مرة اجي الحقيقة، لكن جيت كتير، جيت اكتر من مرة، لكن كل مرة باجي فيها بيت الفنان الكبير الذي لا يكرر ولا يعوض عبد الحليم حافظ، ببقى مبسوط ان البيت زي ما هو، زي ما سابه في اعتقد فبراير 77 في رحلته الاخيرة الى لندن، رحلة العلاج الأخيرة. يعني احنا بنتكلم دلوقتي داخلين كمان 3 سنين هنكمل 50 سنة، ودي هتبقى مناسبة مهمة جدا لإحياء ذكرى هذا الفنان الكبير. النهاردة خلونا في بيت عبد الحليم وفي ذكرى، وأنا يعني بشكر أهل البيت على الضيافه الجميله. انتوا نورتوا البيت، ربنا يخليك، اهلا بيكم في اي وقت. يعني ربنا يخليك، وبجد بالنيابه عن ملايين الملايين اللي بيحبوا عبد الحليم حافظ، شكرا على محافظتكم على البيت بهذا الشكل. الحمد لله. ده اولا الله يرحمها الزوجه، يعني والحاج عليا، هم اللي عملوا لهذا الاستقرار اللي احنا ماشيين عليه. يعني الحاج عليا عملت الدور ده هوت، ومراتي الله يرحمها كملت هذا الدور. جميعا. الله يرحمهم جميعا. فاحنا بقى على نفس النهج يعني. ان شاء الله، ويفضل بيت عبد الحليم حافظ مفتوح دايما إن شاء الله. لكل ولاحفادنا كمان ان شاء الله باذن الله. خلينا نبدا بقى على طول. احنا في المكان ده، المكان ده فيه ذكريات كتير جدا، والمكان ده تحديدا من الجناح الخاص بعبد الحليم حافظ في بيته في الزمالك اللي بيطل على حديقه الاسماك. من هذا المكان خرجت عشرات الاغاني المهمه،
يمكن في صورة شهيرة جدا للأستاذ عبد الحليم، كان جاله جلطة أو حاجة وكان قاعد على كرسي متحرك، وجنبه الأستاذ محمد عبد الوهاب فرقة الموسيقية الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن في المكان ده بيعملوا البروفات. فواح أنت على المرحلة دي صح؟ هو كان حتى بيشتغل على كرسي. أيوه. يعني كان جالت له جلطة في رجله، طبعا الجلطة بتنتقل، كان فاتت جنبنا تقريبا، فاتت جنبنا تقريبا يعني، ف احساسه بانه لازم يغني في الوقت اللي هو عيد الربيع، حفله شم نسيم. ما اعرفش بقى اتاخرت شويه الحفله نتيجه الجلطه، لكن هو فضل يشتغل ويعد للاغنيه لغايه ما جه الوقت. يمكن اتاخرت كام يوم بعد اللقب، بس يمكن بس عملها يعني. يوم الحد ليله شم نسيم في مصر كان احتفال مهم جدا بوجود عبد الحليم حافظ وصديقه الجميل فريد الأطرش، الاثنين كانوا متنافسين دائما في أغاني الربيع. هنا القاهرة من مختارات الإذاعة، أغنية عيد الربيع، تأليف فتحي أورة، تلحين عبد الحميد توفيق زكي، وغناء عبد الحليم حافظ. شاهد عيان على المكان ده كان بروفة، المكان ده كان بيتشال كل الصالون ده كله بالسجاجيد بكل حاجة، وبيتحط الكراسي الموسيقيين من 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 عند باب السفرة أول ما أدخل باب لغاية نهوت كله هنا بيقعدوا، والفرقة بتبقى موجودة كلها، والملحن سواء كان عبد الوهاب او بليغ او كمال الطويل او الموجي بيقفوا جنب عبد الحليم، وعبد الحليم كان تقريبا هو اللي بيوجه يعني، خلاص اللحن خلص واتفقوا عليه، بيوجه بقى ازاي الموسيقيين يشتغلوا على اللحن بتاعه. عايز اقول لحضرتك بدايه علاقتك بالاستاذ عبد الحليم بقى جت منين؟ لا انا علاقتي مع عبد الحليم، انا ركبت عربيه عبد الحليم وانا عمري تقريبا 5 سنين 6 سنين قدام مستشفى العجوزة، وهو كانوا ساكنين في عمارة السعودية. أي. وانا كنت صغير ده كده كصديق للأستاذ كمال الشناوي الوالد يعني، ده لا كان بالمحبة كان في يعني الوقت ده هو كان عمي بيتزوج الحاجة عليها شبانة اخت عبد الحليم، فايه هم كانوا واخديني معاهم هيروحوا الساغة عشان يشتروا ال يا سلام يا سلام لذكريات عائلية جميلة، يشتروا ال الدبل بقى الدبل والشبكة والشبكة. فانا دخلت وكانت المفروض جدتي ام والدي وعمتي والحاجة علي الله يرحمها كلهم رايحين يشتروا الشبكة، فانا دخلت العربية دهيت، فهي راح جاي هو قاعد في الكرسي القداماني جنب السواق، قال لي انت مين؟ قلت له انا محمد. قال لي محمد مين؟ قلت له محمد كمال الشناوي. قال لي انت باباك كمال؟ ازاي يا كنت؟ المهم ايه، لقيت حد كده لطيف وجميل قوي يعني، طبعا ما كنتش واعي لعبد الحليم، واعي طبعا في حاجه بس مش واعي قوي لعبد الحليم يعني. وبعدين قال له لا يا عبد الحليم انت مش هتركب العربيه دي، العربيه دي هتروح بيها الساغه، انت هتركب العربيه الثانيه. قال لهم يعني انا مش في العربيه دي؟ قال لهم طيب حاضر، مع انها عربيته يعني. وراح واخد بعضه بي. انا زعلت قوي ان هو مشي لان كنت عايز اقعد معاه يعني. فدي كانت من اول البداية. اول لقاء. بعدنا بعدنا ليه تعبنا، قول من ايه كل يوم مش شك يا عينيا يا عينيا يا عينيا من كلمه قالوها عليا. هنا بقى اوضه صغيرة جدا ملحقة بغرفة نوم أستاذ عبد الحليم حافظ. الأوضة دي غالبا ما كانش بيدخلها غير صديق واحد هو الأستاذ محمد عبد الوهاب. الأوضة دي طبعا حالها اتغير شوية، مش العفش يعني، لكن حالها اتغير في المقتنيات، لكن دي اللي كانت بتضم المكتبة، مكتبة الكتب والمكتبة الصوتية. قال لها أنا مش عارف أطلع الحاجة ولا إيه، لا أطلعها. والمكتبة الصوتية للأستاذ عبد الحليم حافظ.
فده جزء الاسطوانات، ده جزء من الاسطوانات اللي كانت موجودة في المكتبة. هتلاقي النسخ اللي موجودة دي يعني وقتها اللي هو ايه قبل ما تنزل في اي حتة، هتلاقيها لازم عبد الحليم بيبعت حد يشتريها من اي مكان في العالم علشان يشوف. بص طبعا تحسه يعني سبعيناتي على طول، دنيا سبعيناتي يعني. فالأوضة دي زي ما بقول لحضراتكم كده ما كانش بيدخلها حد غير صديق واحد، وصديق بقى الايه النمنمة، النمنمة مع الأستاذ عبد الحليم والأستاذ محمد عبد الوهاب. كان يدخل، عبد الوهاب ما كانش يحب الزحمة ولا الهيصة والدوشة والكلام ده، فيدخل من جناح عند عبد الحليم على طول، يجي على الأوضة هنا عشان يقعدوا يتكلموا في أي حاجة، مش بالضرورة في الفن بس، في أي حاجة، في أي مواضيع. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.